عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنحل مع بعض الفاينل ريفيجن لبريب 1. الشيت ده فيه اسئله مهمه جدا، كلها طبعا عباره عن تشويسز، في اسئله كتير هتتكرر معانا، ودي انا سايباها قدام عينيكو عشان تشوفوا الاسئله اللي بتتكرر هي عامله ازاي. ومعنى ان السؤال بيتكرر فمعناه ان هو مهم، لان الاسئله دي انا مجمعه اسئله الامتحانات اللي كانت بتيجي قبل كده المهمه، قعدت جمعتها لكم وعملناها في شيت واحد عشان لما نيجي نحل الاسئله اللي بتتكرر، معنى كده ان هي دي اللي كانت بتيجي السنين اللي فاتت في الامتحانات. فاحنا ان شاء الله مع بعض هنبتدي النهارده او في الفيديو ده نحل الفاينل ريفيجن. فيها افكار فمحتاجين نركز شويه في الاسئله، نركز مع الشرح. الفيديو هيبقى طويل شويه بس نكمله لانه هتستفيدوا منه جدا. في الديسكربشن بوكس هسيب لكم طبعا لينك حملوا منه الشيت، وهسيب لكم كمان لينك حل النماذج بتاعه بريب 1. تعالوا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه نبتدي بقى هنا كده مع اول سؤال. The property of electric conduction is distinguished factor between. ال property اللي هي ال electric conduction، انا دلوقتي عايزه افرق بين two element، هل هم conduction electric conduction يعني good conductor of electricity ولا bad conductor of electricity. مين ال two metal اللي انا او two element اللي انا هستخدمهم عشان افرق هل ده جود كوندكتور ولا باد كوندكتور؟ ما ينفعش يبقى ايرون وكوبر. ليه؟ لان الاثنين جود كوندكتور اوف الكتريستي، فمش هبقى عارفه مين فيهم ايرون ومين فيهم كوبر. ولا وود وبلاستيك لان الاثنين باد كوندكتور اوف الكتريستي، مش هبقى عارفه مين فيهم جود ومين فيهم باد. طب نيجي عند مثلا الايرون والوود، ممكن افرق بينهم بالالكتريستي لان الايرون هيبقى جود كوندكتور والوود هيبقى باد كوندكتور، فبالنسبه لي هقدر افرق اقول اه ده مثلا ايرون وده وود. فيبقى انا كده البروبرتي بتاعت الالكتريك كوندكشن الايرون والوود. تعالوا على السؤال نمبر 2. an object of 20 نيوتن weight 20 نيوتن weight and it's placed in a height of 5 meter. عايزه البوتنشال انرجي. لما كنا اتكلمنا عن اول يونت كنا بناخد ان البوتنشال انرجي ايكوال ويت تايمز هايت. لو حابين ممكن نعملها مع بعض. هنا كده اهو، ادي ادي المثلث بتاعي، كان فوق عندي هنا في بوتنشال انرجي وتحت عندي في ويت اند هايت اللي هو الارتفاع. طيب نرجع تاني المسألة بتاعتنا ونبص ايه بيقول لنا هنا، ان الويت 20 نيوتن والهايت 5 متر. الويت هقول له كده ان البوتنشال انرجي، طبعا البوتنشال انرجي من الكلام ده هتساوي ايه؟ ويت تايمز هايت. ويت تايمز هايت، الويت هو طلع طبعا ب 20 والهايت ايكوال 5، يبقى انا عندي كده 20 times 5 equal 100. طب 100 ايه؟ طبعا 100 جول. اركز مع اليونت 100 جول، يبقى البوتنشال انرجي equal weight times height، الويت 20 والهايت 5، يبقى الاجابه 100 جول. نرجع تاني للفيديو بتاعنا نكمل. الاجابه هنا هنختارها 100 اهي. Number C. اللي وراه، if you sit down beside an electric heater، لو قعدت جنب الدفاية الالكتريك هيتر، the heat transfer to you، الهيت هتنتقل لنا بإيه؟ الحرارة عشان تنتقل لي هتنتقل لي بإيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا هقعد قاعدة جنب دفاية أو قاعدة جنب الكتريك هيتر، أيا كان هو إيه؟ الكتريك هيتر لو مثلا ممكن نقول السخان، أو ممكن نقول يا ربي الالكتريك هيتر السخان او الدفايه او الحاجات دي، فهنا هتنتقلني بايه؟ طبعا بالكونفكشن، لان الكونفكشن بينقل لي الهيت. الكونفكشن وايه كمان؟ والريديشن، لان الريديشن اخذنا ان هو بينقل الهيت في الماتيريال والنون ماتيريال، والكونفكشن بينقل لي الهيت بين الجاز وبعضها. فالاجابه هنا هتبقى عندي نمبر دي
convection and radiation. عندي هنا اللي وراه scorpion belong to. السكوربيون ده اللي هو العقرب belong to ايه؟ هل belong to insects ولا arachnids ولا myriapods ولا mammals؟ فأنا عندي هنا السكوربيون belong to arachnids. ليه؟ لأن هو كان عنده four pairs of jointed legs. طب ليه هو مش للإنسكت؟ لأن الإنسكت عندها three pairs of jointed legs. Number اللي وراه the sum of number of proton and neutron. طبعا احنا اخدين ان المجموع او الصم بتاع البروتون والنيوترون هو mass number. فالإجابة هنا هتبقى mass number. The following animals have no body support. مين في كل الفولوينج انيمالز دول عندهم نو بادي سبورت، ما عندهمش سبورت ابدا اكسبت ما عدا مين؟ هل الورم؟ الورم ما عندهاش سبورت، هي هاف نو سبورت. الاكتوبس نفس الكلام ما عندهاش سبورت. الجيلي فيش برضو ما عندهاش سبورت. طب مين الوحيد اللي عندي سبورت هنا؟ هو طبعا فيش. يبقى the following animal have no body support، كلهم ما عندهمش body support ما عدا الفيش. تمام كده؟ اوكي. When atomic number of an element equal the mass number. الاتوميك نمبر قد الماس نمبر. الحالة الوحيدة ان انا يبقى عندي اتوميك نمبر قد الماس نمبر ان انا ما يبقاش عندي نيوترونز. فالاجابة هتبقى نمبر سي. ده معناه ان there aren't neutrons، ما عنديش نيوترونز في الاتوم بتاعتي. يبقى الاتوميك نمبر عشان يبقى قد الماس نمبر كده انا معناها ان انا ما عنديش نيوترونز. Number C. اللي وراها دي احنا حلناها فوق، ان انا عندي الويت 20 نيوتن والهايت 5 متر، هنعمل لهم تايمز هيدوني 100 جول، دي كده البوتنشال انرجي وحلناها فوق. The number of atoms equal the number of element in a molecule. يعني ايه؟ العدد بتاع الاتومز، الذرات بتاعة الاليمنت بتاعي هتبقى قد عدد العناصر اللي داخلة فيه. يعني ايه؟ تعالوا نشوف اول حاجة الووتر. السامبل بتاع الووتر ايه؟ H2O. طب انا كده عندي كام element، كام عنصر في الووتر؟ 2، الهيدروجين والاكسجين. طب عندي كام اتوم؟ 3 اتوم. هل عدد الاتوم هو نفسه عدد الاليمنت؟ لا، يبقى كده مش ده. طب تعالوا على الاكسجين. الاكسجين بيتكون من ايه؟ هو O2 بس، هو O واحدة بس. يبقى انا كده عندي هو element واحد الاكسجين. طب عندي منه كام اتوم؟ 2 اتوم. فهل هما كده الاليمنت قد الاتوم؟ لا. طب تعالوا في الامونيا. الامونيا برضو نفس الكلام، هنلاقي ان العدد بتاع الاتومز مش نفس العدد بتاع الاليمنت. لكن لو جينا عند الهيدروجين كلورايد هلاقي ان هو بيتكون من 1 هيدروجين اتوم و1 كلوراين اتوم. يبقى معنى كده ان هو بيتكون من كام اتوم؟ 2. وبيتكون من كام element؟ 2، اللي هما الهيدروجين والكلوراين. يبقى ده الاليمنت او ده الكومباوند اللي عندي، عدد الاتوم اللي فيه ايكوال لعدد الاليمنت اللي فيه. فنركز في الاسئله شويه. تعالوا نشوف البيج اللي وراه. هنا بيقول لي هنا the density of 12 جرام من pure iron. معايا 12 جرام من pure iron. بيقول لي الدنسي بتاعتهم هتبقى مالها بالدنسي بتاعه 2 جرام from 80. يعني انا معايا من الايرون معايا 12 جرام ومعايا 2 جرام، عايزه اعرف الدنسي بتاعه ال 12 جرام دي مالها، هل هتكون اكتر ولا اقل ولا ايكوال؟ طبعا هتبقى ايكوال، لان الدنسي بتاعه الماده فيكسد فاليو، مفيش فيها اي تغيير. لو جبت فتفوطه صغيره قد كده من الماتر وجبت حاجه كبيره جدا قد كده، هي الدنسي بتاعه الاثنين ثابته، فهيبقى عندي الإجابة equal to. أنا مش عارفة هو عمال يصغر ليه ومضايقني خالص كده، استغفر الله العظيم. أهو يلا بينا نكمل. The element whose atomic number is 10. الأتوميك نمبر بتاعنا 10. And it doesn't take part in chemical reaction. ومش بتدخل في الكيميكال رياكشن. It is similar to its chemical properties, although the element whose atomic number equal. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقول أنا عندي element، الelement ده الatomic number بتاعه 10، فطبعاً ده مش بيدخل في الchemical reaction. ليه مش بيدخل في الchemical reaction؟ لأن أنا لما هاجي أعمل configuration ل 10
هلاقي انه الاوترموست انرجي ليفل اللي هو اخر انرجي ليفل هيبقى مكتمل، هيبقى فيه 8. فده كده بالنسبه لي طالما اخر ليفل او اوتر موست انرجي ليفل عندي مكتمل، يبقى ده معناه انه كده مش هيدخل في الكيميكال رياكشن. هو سؤاله فين بقى؟ بيقول لي مين في دول هيبقى، دول كلهم اتوميك نمبرز، مين في دول برضو مش هيدخل في الكيميكال رياكشن؟ طب انا هعرف منين؟ هبتدي ان انا اعمل كونفيجريشن لكل واحد منهم. يعني مثلا هديكم مثال على اول واحد اللي هو 9، اللي هو مثلا 9. تعالوا كده نشوف لما هنعمل كونفيجريشن بال9 هيبقى ايه. الكونفيجريشن بال9 عندي هنا ان احنا هنبقى ادي 9، ادي 9، ادي عندي هنا كي، كي هتاخد 2، هيتبقى قد ايه من 9؟ هيتبقى 7، هحطها في ال كي وادي ال، هيبقى عندي كده هنا 7. هل الاوتر موست انرجي ليفل ده مكتمل؟ لا مش مكتمل. فانا هعمل كده بالظبط، في كل بقى الباقي في ال11 وال16 وال18، هلاقي الوحيد اللي الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه مكتمل هو ده اللي هي نمبر دي اللي هي 18. فالاجابه هتبقى 18 لان ده هيبقى 2 بعد كده 8 بعد كده 8، يعني كي ال ام لما نعمل كونفيجريشن. طيب تعالوا نشوف هنا الاميبا يوجلينا اند براميسيوم. الاميبا واليوجلينا والبراميسيوم كنا بنفرق بينهم على اساس ايه؟ طبعا كانت الواي اوف موفمنت، واي اوف موفمنت دي اللي وراه انسكت اكزاكتلي لوك لايك ذا بلانت برانش. لما اخذنا في اخر لسن خالص اخذنا كده ثلاث حاجات، كان من ضمنهم الستيك انسكت. ليه سميناها ستيك انسكت؟ لان هي كانت لوك لايك ذا بلانت برانش، شبه البرانش بتاعت البلانت بالظبط. فالاجابه هنا هتبقى ستيك. اللي وراه مباشر قوي بيقول لي ذا اتوم از الكتريكالي، الاتوم مالها نيوترال طبعا متعادله نيوترال، are from animal that have an external support. مين من دول عندهم external support؟ هل الماملز او السنيلز او البيرد؟ مين في دول عنده external؟ طبعا السنيلز، لان هم دول السبورت بتاعهم من بره، اللي هم القوقع بيبقى جوه والغطا عليه من بره، فده من بره external. the produced energy from burning the fuel، لما اجيب fuel ابتدي اللي هو الوقود البنزين بتاع العربيه منه burning، الانرجي اللي هتطلع لي طبعا هتبقى ايه؟ هيت، هتبقى حراره. نفهمها كده بالعربيه، اول ما بدورها ابتدي احرق البنزين ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لي ايه؟ العربيه بقول سخنت، سخنت يعني طلعت لي هيت. the volume of mixture of 300 cubic centimeter من الووتر و 200 cubic centimeter من الإيثايل الكحول. تعالوا دي نعملها مع بعض. أنا عندي هنا عندي المفروض هنا 300 من الووتر وعندي 200 من إيثايل الكحول. عايزة أعرف لما أحطهم على بعض هيطلعوا كام؟ طبعا كلكم هتقولوا لي هتطلع 500. غلط، مش هتطلع 500. ليه؟ لما جينا اخدنا lesson 2 قلت ان انا عندي بين المولكيولز بتاعه الووتر وبعضها intermolecular space، عندي فراغات كده بين المولكيولز وبعضها بتاعه الووتر. اول ما هحط عليها ايثايل الكحول هيبتدي شويه من الكحول يهربوا ويستخبوا بين مزيئات الووتر وبعضها، فبالتالي لما انا اجي اشوف هلاقي ان الموضوع قليل، مش وصل لل 500، هلاقيه اقل من ال 500. فالإجابة هنا هتكون less than 500. الإجابة هتكون إيه؟ less than 500 cubic centimeter. Secretion of poison in snakes. البايزن، السم اللي موجود في السنيكس طبعا ده functional، دي ما فيهاش كلام، كنا أخذين ده من functional adaptation. تعالوا نشوف اللي وراه. لا إله إلا الله. Mammals that has one pair of incisors. مين الماملز اللي عندها one pair of incisors in each jaw؟ يعني جو يعني فك. ف
وكل فك كده من الاثنين يعني اللي فوق واللي تحت عندها one pair of incisors، عندها بير من الانسيزرز يعني عندها اثنين كده فوق واثنين تحت. ده كده اسمه ايه؟ سكرال اللي هو كان اسمه السنجاب، فالإجابة هتبقى number A. طيب اللي وراها the nucleus of atom doesn't contain neutrons. مين في دول اللي احنا اخدنا ان هي ما عندهاش neutrons؟ يعني الماس نمبر equal للاتوميك نمبر، كانت طبعا الهيدروجين. الإجابة هتبقى هيدروجين. The atomic number of an atom of an element its m energy level contain 2 electron. نركز مع بعض في دي، تعالوا بقى نرجع كده ونشرح مع بعض دي. هو هنا بيسألني على عدد الاتوميك نمبر، الاتوميك نمبر اللي انا بعمل له configuration. طب الاتوميك نمبر اللي انا بعمل له configuration بقى ده ماله؟ بيقول لي انا عايز اعرفه، بس في حاجة m في 2، يعني هو قال لي معنى كده ان انا اخر واحد هكتبه هو m، وام ده في 2. طب قبل m في ايه؟ في l في k. هو مش مديني اي معلومة غير ان m في 2، وطالما m في 2 يبقى معنى كده ان هو ده الاخير. طب هل اللي قبليهم هيفضلوا فاضيين؟ لا طبعا، هملاهم بقى على اخرهم. k بياخد 2 و l بياخد 8. فلما اجي اجمع في الاخر اجي جمع دول مع بعض بقى، فتبقى 2 plus 8 plus 2، فيبقى الموضوع كام؟ 12. فالسم بتاعهم يبقى 12، فهنا الاتوميك نمبر هتكون 12. ثانية، احنا هنا مظبوط، انا افتكرتنا ضيعنا الصفحه. الاتوميك نمبر اوف ان اليمنت، طبعا الام عندنا فيه 2 الكترون، يبقى انا عندي كده خلاص الاتوميك نمبر انا عرفت ان هو 12. هي ترانسفير باي كذا ثرو ليكويد اند جاز، في الليكويد والجاز بايه؟ بالكونفكشن. الكوندكشن في السوليد، الليكويد والجاز بالكونفكشن. السؤال اللي جاي ده حلناه وقلنا ان الدنسيتي فيكسد فاليو هتبقى ايكوال تو، لان الدنسيتي بتاعت الايرون ثابته. هتكلم هنا عن الرات، عايز اعرف الرات عنده ايه. هقول ان الرات عنده one pair of incisor in each jaw، يعني في كل فك عنده one pair من الانسيزرز، هتبقى الاجابه نمبر بي. The sun is source of permanent energy، نوع من انواع البيرمننت انرجي، الطاقات الدائمه. البيرمننت يعني طاقه موجوده على طول ومش هتخلص، permanent energy. ايه in the radio cassette، في الراديو كاسيت اللي هو الكاسيت بتاعنا العادي، inside the core، ايه اللي بيحصل في الكاسيت ده؟ هل الالكتريك انرجي بتتحول لميكانيكال انرجي؟ لا. طب اللايت انرجي بتتحول لهيت انرجي في الكاسيت؟ لا. طب الالكتريك انرجي بتتحول لكاينتيك انرجي؟ لا برضو. لكن الالكتريك انرجي بتتحول لساوند اكيد، لان انا الكاسيت بسمع منه صوت، يبقى انا كده عندي الالكتريك انرجي بتتحول converted into sound energy، فالاجابه هتكون نمبر دي. عندي هنا بعد كده الاتوم سامبل اوف بوتاسيوم، عايز السامبل اوف بوتاسيوم طبعا كي، دي المفروض احنا نكون اصلا حافظينهم. تمام. طيب نيجي هنا، the third energy level is saturated by، عشان اعرف الانرجي ليفل بيبقى saturated بايه، احنا كنا اخدنا علاقة كده بتقول 2n square. نرجع لها كده مع بعض، 2 ثانية واحدة اهو، 2n square. فلما يقول لي الثيرد انرجي ليفل الثالث بهعمل ايه؟ هقول 2 تايمز ان، ده رقم الانرجي ليفل اللي بيديهولي. هو هنا قال لي الثيرد، الثيرد يعني الثالث، هاجي عاملاها كده واحط عليها سكوير من فوق، وطبعا على الكالكوليتر هتطلع لي 18. يبقى انا بحسب النمبر اوف الكترونز اللي بيحصل له ساتوريتد، اللي بيتشبع بيه، اللي بيملاه منين؟ من 2n سكوير، من العلاقه دي اللي هي 2n سكوير. اوكي كده.
نرجع تاني. ما كناش هنا، احنا كنا هنا صح كده؟ فانا كده هتبقى الاجابة عندي 18 electron، يبقى ال third energy level هتبقى saturated by 18 electrons. Are from animals which don't have body support. مين في دول ما عندهمش body support؟ طبعا جالي فيش ما عندوش اي support في جسمه. Heating coils made up of nickel chrome alloy، دي احنا حافظينها زي اسمنا انه الهيتنج كويل من النيكل كروم الوي. Reproduce by forming spores. مين لما اخذنا lesson 1 في unit 3 اتكلمنا على شوية plant بتعمل spores، اخذنا 2 adiantum fugair. adiantum fugair احنا عندنا هنا الفجير اللي هي number A. Car engine changes the first chemical energy. تعالوا كده نفتكر شوية الكار انرجي مع الكار انجن مع بعض. الكار انجن هو المحرك بتاع العربية. أول حاجة احنا كنا عارفين ان الفيول اللي فيه أو الوقود اللي فيه مخزن جواه ايه؟ مخزن جواه كيميكال انرجي. فهو هنا بيقول لي الكيميكال انرجي الأولانية بقى اللي هي متخزنة جواه هتتحول لإيه؟ أول تحول الكيميكال انرجي هتتحول لثيرمال انرجي، لحرارة. فهو هنا مش جايب لي ثيرمال بس جايب لي ما يعوض عنها وهي هيت. هيت او ثيرمال الاثنين واحد. فالكيميكال انرجي هتتحول لهيت انرجي، العربيه هتسخن وقتها. belong to the animal with no body support. مين في دول ما عندهوش body support؟ طبعا الاكتوبوس، الاخطبوط. يبقى كده عندي الاكتوبوس والجالي فيش. dynamo convert mechanical energy. الدينامو من الميكانيكال انرجي طبعا لايه؟ للالكتريكال انرجي. فالاجابه هتكون A. An object whose mass 2 kilogram moving at a speed of 4 meter per second. عايز الكيناتيك انرجي. تعالوا نروح نحل لتحت ونرجع لده عشان نحله. مين البيرمننت سورس اوف انرجي؟ مين اكتر سورس دائم موجود على طول؟ طبعا هو السن. الاجابه هتبقى C the sun. تعالوا نرجع بقى للمساله. عندي هنا المسألة بتقول لي، نقراها مع بعض بالراحة. ان انا عندي في ايه هو مش شغال ايه؟ اهو، ان انا عندي الماس 2 كيلو جرام والسبيد 4. يبقى الماس 2 كيلو جرام والسبيد 4. نرجع هنا اول حاجة نكتب القانون. عندي الماس عشان ما ننساش عشان نشتغل 2 كيلو جرام والسبيد اللي هي ال V equal 4. القانون كان بيساوي ايه؟ الكينيتيك انرجي كانت بتساوي ايه؟ طبعا كانت half m times ال V square. تعالوا نعمل المثلث عشان ما نبقاش متلخبطين. اهو فوق عندي كينيتيك انرجي، تحت عندي هنا half m وهنا v square. صعب كده؟ تعالوا نطبق. انا عايزه الكاينتيك انرجي اللي هي اللي فوق دي، هعمل ايه؟ هقول half m times v square. فهقول كده half times m، m اللي هي انا جايبها ب 2 times v square. هو مديني v طبعا في المسألة برضو ب 4، هكتبها واحط عليها سكوير. وهنعمل كل ده على الكالكوليتر وهنشوف هتطلع كام. انا للأسف مفيش كالكوليتر جنبي، فانتوا هتعملوها على الكالكوليتر وهنشوف هي هتطلع كام. فكده اهو اعتقد هتطلع 16 I think، بس انا مش متأكدة لان انا مش معايا كالكوليتر. ثانية واحدة. احنا كده قلنا half times 2 times b square اللي هي 4 square، يعني 16 equal 16. الحل هيطلع 16 number A.
وقلنا البيرمننت طبعا هو الصن. ناخد البيج اللي وراها. chemical energy can be stored. هخزن الكيميكال انرجي فين؟ اكيد في الكار باتريز، مش هينفع تبقى في الكار لامب او في الرايزنج اوف الود او اب ووردز، مفيش الكلام ده كله، هي هتكون متخزنه في الكار باتري. The chemical activity of element depend on the number of levels filled with electron. انا بعتمد على الكيميكال اكتيفيتي بان انا اشوف عدد الالكترونز اللي موجوده، سوري الالكترونز ان اوتر ليفل، عدد الالكترون اللي موجوده في الاوتر موست انرجي ليفل، ببص على اخر انرجي ليفل، لو لقيته مليان يبقى كده ان اكتيف، طب لو لقيته لسه مش مليان على اخره يبقى كده اكتيف. فاللي بيعتمد عليه الاكتيفيتي بتاعه الاليمنت هي الالكترونز ان ذا اوتر ليفل. السؤال ده احنا حلينا زيه بالظبط، ان انا عندي هنا بيقول لي ان عندي element has two electron، الelement عنده 2 من الالكترون في L، يعني انا عندي هو K L، L فيه 2 وK طبعا قبليه فيه كام 2، يبقى انا عندي الاتوميك نمبر هيبقى 4. نعملها بنفس الطريقة، ان هو K و L، L هحط 2 لان هو قايل لي في المسألة 2، طب واكيد K ياخد 2 يبقى اكيد التوتال بعد كده هيبقى 4. All of the following are active element except، نفس ما قلنا قبل كده هنعمل ايه عشان نعرف مين active ومين inactive، هعمل configuration لكل الاتوميك نمبر اللي هو مديها لي، واللي هلاقي ال outermost energy level بتاعه اخر energy level بتاعه في 8 يعني مكتمل على اخره ده هيكون inactive، فالاجابة هنا هتكون argon 18. وياريت ده نبقى حافظينه، ان الارجون inactive مش لازم نقعد نعمل configuration ونضيع وقت، ان الارجون ده inactive. cooking pads made cooking pans، cooking pans هي الاواني بتاعتنا، made up of iron only, aluminium only, stainless steel only, B and C، طبعا B and C لان هي من الالومنيوم والستانلس ستيل. substance that float in water اللي بتطفو على سطح الووتر هو الكورك اكيد. Example for plant reproduce by spores، قلت اللي بيعمل reproduce بالسبورز حاجتين، adiantum فوجير، هنا عندي الadiantum، كان الexample اللي فات فوجير، ده adiantum. From animals which don't have body support، ما عندهمش أي support، طبعا الجيليفيش هو ما عندهاش أي support خالص. Heat transferred by convection، الحرارة تنتقل بالconvection بحاجتين، liquid and gases، قلنا الكلام ده قبل كده. When the atomic number of element equal the mass number، حلناه، لما الاتوميك نمبر يبقى equal الماس نمبر يبقى معنى كده ان انا ما عنديش neutrons، الاجابة number C. The third energy level in atom contain، in the atom contain نقط electron، الثيرد احنا لسه حالين زي ده، انه الثيرد انرجي ليفل بيعمل بيبقى ساتوريتد بقد ايه، فبرضه ده هنعمله بال 2 n سكوير وهنحله. ذا نمبر، هنا بقى ده برضه من الاسئله المهمه، ذا نمبر اوف انرجي ليفل ان ذا هيفيست اتوم، فاكبر اتوم في الدنيا عنديش غير هم 7 انرجي ليفل، هم 7 لا اكبر ولا اقل، في الدنيا دي كلها انا كده ما عنديش غير 7. From the inert gases، inert gases اللي احنا كنا اخدناها في ليت 2 لما جينا اتكلمنا عليهم، وقلنا اكيد هما الانرت جاز او النوبل جاز كانوا مين؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون، في منهم هنا الهيليوم. Heat transfer from the sun to the earth by radiation only، من السن للارث مفيش حاجه غير الريديشن. In car energy، in car engine، ايه الانرجي اللي متخزنه جوه في الفيول؟ كيميكال، الكيميكال انرجي هي اللي متخزنه في الفيول. اللي وراه ده ما قلناهوش قبل كده، some substance need to heat to be softened، اما اخدنا المواد وقلت ان انا عندي substance are soft، هم اصلا soft و become soft by heating، can't be soft. هنا بيسألني على اللي become soft by heating، وطبعا هي مين؟ need heat، طبعا الايرون، الايرون اللي محتاجة الهيت هي الايرون، اللي جابة تبقى B.
secreting sweat by skin طبعا ده functional يبقى السويت والبويزن في السنيك دول كده بيكونوا functional adaptation وده كده مهمين لان هم دول ال two examples اللي عندي. is from the animal that make hibernation in winter. عندي اللي بيعملوا hibernation اللي هو بيات شتوي اللي اول ما بيجي الوينتر بيبتدوا ان هم يستخبوا يعملوا stop للactivities بتاعتهم هي الفروج الضفدعة frog. permanent resource طبعا السن قلنا كذا مرة. all the following belong to arachnids except كل دول من الارشنايدز اللي هو السكروبيون والسبايدر. ليه؟ لان هم عندهم four pairs of jointed legs بس هو بيسألنيش عليهم بيسألني بيقولني except ما عدا مين طبعا اللوكتس لوكست ده كده اللي هو مش arachnids اللي هي number A. the electric lamp الالكتريك لامب بتغير لي ايه؟ هي أصلاً electric lamp تشتغل بإيه؟ بالإلكتريستي بقول له change electric energy into light and heat energy فالإجابة هتبقى B. smell property smell حاسة الشم بتفرق لي بين A و A طبعاً أكيد الشم ده بين A و A بين perfume والفانجر فالإجابة number C. energy level N saturated by A هنعمل العلاقة اللي هي 2N square طبعا N ده هيبقى الـ energy level رقم كام K L M N يعني N ده رقم 4 فهيبقى 2 times 4 square هيطلع لي 32 الإجابة هتبقى number C. طيب نيجي عند number هنا اللي وراه هنا بيسألني على البوتنشال انرجي واحنا حلينا ده وقلنا ان البوتنشال انرجي بتبقى ايكوال ويت تايمز هايت يعني الويت هنا 10 والهايت 5 يعني هتكون 50 جول الاجابه عملنا لهم تايمز عادي جدا. هاندل اوف كوكينج بان طبعا الايادي بتتصنع من الوود. ذا تيست بروبرتي التيست اللي هو الطعم التيست بروبرتي هتفرق لي بين ايه وايه طبعا بين الشوجر والتيبل سولت دول اللي هدوقهم ده مهم لا اله الا الله ده مهم. the role of technological application ان انا عشان اعمل application في technology application هعمل ايه هل creating energy from nothing هجيب energy من الهواء ولا storing energy as it form is هفضل مخزنه الانرجي كده وخلاص ولا هعمل instantaneous energy ولا هعمل using energy resource and converting energy from form to another يعني هستخدم الانرجي وهحولها من form للتاني فالإجابة هنا هتبقى number A ان انا هستخدمها واعملها converting واحولها كمان number A. solids have strong intermolecular force الفورس اللي بتربط لي السوليد وبعضها هتكون strong فالإجابة هتبقى number A strong. تاني بتسأل عن البلانت اللي بتعمل produce بالسبورز قلنا حاجتين فوجير وأديانتم هنا في الفوجير بيسألني هنا على ال number of electrons saturated by level energy بجيبها طبعا 2n square حلينا عليها كتير هنا في سؤال the electric cell is composed of an acid solution الالكتريك سيل اللي احنا اخدناها كان فيها اسيدك لو نفتكر اللي كان فيها الكوبر بليت والزنك بليت كان فيها ايه كان فيها اسيدك ما كانش فيها الكايل ده خالص كان عندنا حد فاكر حد فاكر هنا اسم الاسيد اللي كان موجود جواها كان ايه دايليوت سلفوريك اسيد كان السلفوريك اسيد فهي كده موجوده اسيد سوليوشن فالاجابه تبقى نمبر سي ثانية عشان حطوه هنا كده من بعض تمام from animals with internal support مين الانيمالز اللي عندها support internal جواها طبعا fish silver AG لازم اكون حافظاه chemical energy قلنا موجودة في الكار باتري example على plant reproduce by spores فوجير قلنا كل الكلام ده permanent resource the sun third energy level حليناه كذا مرة 18 resource of permanent energy تاني the sun substance float cork كل ده احنا قلناه
مين الليفينج اورجانيزم اللي بيعمل لي هايبرنيشن؟ طبعا هو الفروغ. هي ترانسفير باي ريديشن تيك بليس ثرو الريديشن، بيعمل لي منين؟ الماتيريال ميديا اند نون ماتيريال وان، يعني سواء انا عندي ماتيريال، عندي اير او ما عنديش، الريديشن عادي بتشتغل معايا. فالاجابه هتبقى سي. كل البيج دي متكرره قبل كده. اللي وراها عندي هنا بيقول لي equal masses of different substance. الماسز من different substance have طبعا different volume، الفوليوم بتاعها اكيد غير بعضه. when a substance sink in water، لما substance بتسينك بتغوص كده في الووتر، ده معناه ان الدنسي بتاعتها مالها more than the density of water، اكبر طبعا من الدنسي of water، عشان كده حصل لها sink. the matter doesn't take the shape of the container، مين الماتر اللي ما بتاخدش الشيب بتاع الكونتينر طبعا solid. molecule of oxygen، الاكسجين عنده كام اتوم؟ طبعا 2. particles which revolve around the nucleus، مين اللي بيعمل revolving around the nucleus؟ طبعا الالكترونز. are from the animal don't have support، ما عندهمش support الجيليفيش. عندي هنا الماس والسبيد، عايزه الكايناتيك انرجي، حليناها مع بعض، نحلها تاني. السولار هيتر، السولار انرجي بتتحول لايه؟ هو بيقول لي سولار هيتر، يعني السولار هتتحول طبعا لهيت، دي ما فيهاش يعني من اسمها. is from rodents that undergo by acidification، مين اللي كان بيعمل لي acidification اللي هو كان stop their activities in summer؟ كان مين؟ الجربو اللي هو الحيوان الجربوع. الكالوريتي ديستينجويش فاكتور بتوين، بتفرق لي بين ايه وايه الكالر؟ بين السيلفر والجولد. الثيرد انرجي ليفل احنا قلنا بنفرق طبعا بيبقى 18. سبستانس كانت بي سوفتن، مش هتبقى سوفتن طبعا، هي مين؟ السلفر، مستحيل يبقى سوفتن. طيب يبقى احنا كده هنا التيثلس مامالز، مين التيثلس مامالز اللي احنا اخدناه تيثلس؟ طبعا الفلوس. permanent source of energy sun. electric energy converted into sound، هتتحول لساوند في الكاسيت صوت. test property قلنا بين salt والشوجر. الكيناتيك انرجي حليناها، تحلوها. الرودنت، الرودنت the number of incisors in upper jaw. إن ده هنا بيسألني على حيوان، مع إننا حلينا على فكرة السؤال ده كذا مرة. هنا بيسألني على الـ number of incisors، بيسألني على عدد الـ incisors اللي موجودة في each jaw، في كل فك. طبعا عندي مين اللي موجودة في كل فك؟ عند الـ rodents موجود إيه؟ one pair of incisors in each jaw، one pair. فالإجابة هتبقى number A. هي transfer قلناه من الـ sun للـ earth بالradiation. when object is throw upward، لما الاوبجكت بحذفها لفوق، ايه اللي بيقل؟ الكايناتيك انرجي. spider belong to the arachnids قلنا كذا مره. السامبل بتاع السيلفر اي جي قلناه. example of plant produced by spores for jail قلناه. والادينتم فهتبقى A and C، الاجابه هنا A and C. measuring unit of density جرام بير كيوبيك سنتيمتر، بي مباشرة. واللي وراها المسألة بتاعت الكايناتيك حليناها كذا مرة. كيميكال انرجي موجودة في الكار باتري اخدناها كذا مرة. الأسئلة يعني نوعا ما اللي بتتكرر دي مهمة جدا. الكالر بروبرتي قلنا ان هي بين الايرون والجولد. الموليكيول اوف جازز اليمنت كونسيست اوف وان اتوم، مين في دول؟ جاز اليمنت، جاز اركز ان هو قال لي جاز ما قاليش ليكويد. gas element contain of one atom، بيكون من one atom، هي اتوم واحدة بس. طبعا هي مين؟ الهيليوم. هو او كاتبها لي number C. heat transfers through liquid by convection قلناها. from the animal don't have support طبعا jellyfish. السكروباين عنده 8 ليج او 4 pairs of jointed legs، يقول 4 pair يقول 8، هو هنا في الاختيارات جايب لي 8. مولكيول اوف امونيا، الامونيا فاكرين الامونيا؟ ها مين فاكره؟ اللي هو كان NH4. فانا عندي هنا كام اتوم؟ طبعا عندي ايه؟ N
sorry NH3 فأنا كده هنا عندي 4 atom يبقى الأمونيا عندها 4 atom. Property طبعا بين البرفيوم والفانجر مين اللي بيعمل acetation طبعا لسه ميجا وبينو مين هي الاسيفيتيشن قلنا الجيربو during festival balloon filled with hydrogen and helium فالإجابة تبقى B permanent source the sun البلانت اللي بتعمل spores فوجير and adiantum هنا عندي الفوجير هتبقى C فإحنا كده يعني غطينا يعتبر معظم المنهج أسئلة كتير بتتكرر اللي قلناها بسرعة دي بتتكرر نحل الشيت ده ونطبعه مهم جدا وأسئلته مهمة جدا في أي حاجة تقدروا تبعتوه باي باي